حواديت. النهارده هنتكلم عن العتبه الخضراء وليه اتسمت بالاسم ده. في اوائل القرن ال 18 جه مصر راجل غني جدا اسمه الحاج محمد الدره الشرايبي، وقرر ان هو هيبني سرايا هناك، وبنى سرايا جميله جدا ودهن عتبتها باللون الازرق، وفضلت السرايا دي تتورث جيل بعد جيل لحد ما وصلت لاسره محمد علي. ولما جه حكم عباس حلمي الاول ما كانش بيحب اللون الازرق، فقرر ان هو هيغير العتبه دي ويدهنها باللون الاخضر، واتسمت السرايا باسم العتبه الخضراء، والسكان كمان قالوا على المنطقه كلها العتبه الخضراء، لحد عام 1938 لما اتجوز الملك فاروق الملكه فريده، وعلشان كان بيحبها قرر ان هو هيسمي المنطقه دي بالملكه فريده، ولكن لما انفصلوا رجعت تاني للعتبه الخضراء. ودلوقتي لو رحت هناك مش هتلاقي اي حاجة فيها لون اخضر، لا عتبة ولا اشجار ولا غيره، ولكن لحد النهاردة لسه بنقول عليها ميدان العتبة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، وكمان سبسكرايب لليوتيوب تشانل، وتابعونا على الفيسبوك والانستجرام. كنتم مع تيست ايجيبت.